في كل يوم جديد يكشف عن خلية الاجرام التي اعدتها الميليشيا لتضرب مأرب في العمق خلية سبيعيان ومع كل جديد يتاكد خطر الخلية التي وعد اكتشافها وافشال مخططها النهائي منجزا سيبقى وساما تتقلده الاجهزه الرسميه مع قبائل مأرب الوفيه التي لا تسمح لاي كان ان يعبث بالامن العام أحدث التفاصيل عن الخلية الإرهابية عرضتها صباح اليوم بمأرب وزارة الدفاع والداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ناطق الجيش الوطني العميد عبده مجلي مع مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حميد وبحسب البيان المشترك فان الخليه الحوثيه التي تم القضاء عليها كانت متورطه في ارتكاب جرائم تمس بامن الدوله والمصلحه العامه والخاصه وفي جرائم قتل ونهب وحرابه واغتيالات البيان المشترك اكد ثبوت الارتباطات التنظيميه للخليه مع الميليشيا الحوثيه ومشاركتها في عدد من الجرائم والتخطيط لزعزعه امن واستقرار محافظه مارب. ارتباط المذكور بجماعه التمرد الحوثيه بصوره تنظيميه والتزاما بمخططاتهم الاجراميه والتخريبيه والارهابيه. قيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل اسلحه وذخائر وايصالها للميليشيات الحوثي. عناصر الخلية الإرهابية ثبت تورطهم في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للجيش والتحالف وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وإرسالها للميليشيات الحوثية في صنعاء وصعدة. جرائم تصبح عند اضافتها لرفض عناصر الخليه التعاطي مع اوامر الجهات الرسميه وماموري الضبط القضائي ومباشرتهم اطلاق النار بمختلف الاسلحه وما نتج عن ذلك من استشهاد اثنين من افراد الجيش والامن اضافه لما تم العثور عليه لدى الخليه من اسلحه ثقيله ومتوسطه وقطع تصنيع طائرات مسيره وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي واجهزه اتصالات وتشويش كل ذلك يؤكد وفق مختصين بالشان الامني أن خطر الخلية الإرهابية يفوق خطر مقاتلي الميليشيا في الجبهات بمراحل، ويجعل من إعمال قانون القوة المنضبطة بقوة القانون أساس الحل.